فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الحملات للحج موقعها أيام التشريق في مزدلفة، وهي بعض الحملات للحج موقعها أيام التشريق في مزدلفة، وهي أقل من غيرها من ناحية القيمة، فهل يجوز للقادر على الأعلى أن يستأجر مع هذه الحملة؟ لا، ولا يجوز للحملة أن تجعل حجاجها في مزدلفة، ما يجوز له. تقول أرخص لكم، أرخص لكم السعر. الحج ما هم مساومات، ما هم مساومات، إلا ألا يجدوا مكانا في منى. إذا لم يجدوا مكانا في منى وبحثوا ولم يجدوا، فإنهم ينزلون في مزدلفة. لكن إذا جاء الليل يجون المنى، يمشون ويبيتون في منى إلى نصف الليل ويرجعون إلى خيامهم في آخر الليل، ما يخالف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.